السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. معكم اليوم الأستاذة أمل محمد فاروق والأستاذة أمل حسني والأستاذة آية محمد من معهد الصفا الأزهري منطقة شمال القاهرة قسم العربي. سوف نقوم اليوم بشرح الفصل الرابع من قصة مغامرات في أعماق البحار. غاص عقلة الإصبع وأخته أماني في الماء مرة أخرى، وأخذ يتنقلان من مكان إلى مكان كما تتنقل الأسماء، ولاحظ أنهما يفعلان هذا بسهولة بعد أن تعود الحركة في الماء. والتفتت أماني إلى أخيها عقلة الإصبع وقالت: هذه مغامرات عجيبة حقا يا عقلة الإصبع، ولكن هل تعرف أعجب ما فيها؟ فكر عقلة الإصبع قليلا ثم قال: أعجب ما فيها حيوان المرجان الصغير الذي يصنع المستعمرات المرجانية الصخرية الصلبة. هل تعرفين أن هذه المستعمرات الصخرية تكبر وتكبر حتى تتكون منها أحيانا جزائر صغيرة كاملة فوق سطح البحر، يعيش فيها الناس ويبنون بيوتهم ومساكنهم؟ قالت أماني: هذا شيء عجيب حقا، ولكن هناك شيئا أعجب منه. أخذ عقلة الإصبع يفكر مرة ثانية ثم قال: السمك أبو سيف مثلا، أو السمك أبو منشار. قالت أماني: هذه أسماك عجيبة حقا، ولكن هناك شيئا أعجب وأغرب. عاد عقلة الإصبع يفكر مرة أخرى ثم قال: أتقصدين الأسماك المضيئة في قاع البحر المظلم؟ قالت أماني: إنها حقا أسماك بديعية عجيبة، ولكن هناك أشياء أعجب وأغرب. أسرع عقلة الإصبع يقول: لابد أنك تقصدين الأخطبوط العجيب الذي يخرج من جسمه مادة كالحبر تلون الماء حوله فتخفيه وراءها ويهرب من أعدائه. قالت أماني: حقا إن الأخطبوط حيوان بحري عجيب، ولكن هناك شيئا أعجب وأغرب. قال عقلة الإصبع: أنا تحيرت في حل هذا اللغز، قولي أنت يا أماني ما أعجب شيء في هذه المغامرة؟ قالت أماني: أعجب شيء في هذه المغامرات هو أنا وأنت يا عقلة الإصبع. ضحك عقلة الإصبع وقال: كيف هذا يا أماني؟ وما معنى هذا الكلام؟ قالت أماني: أنا وأنت ناس مثل بقية الناس، ولكننا تحولنا إلى حجم عقلة الإصبع. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ وكيف نمشي في أعماق البحر دون أن نغرق؟ وكيف نتنفس ونحن في قاع البحر بعيدا عن الهواء؟ هل تستطيع أن تفسر كل هذه العجائب يا عقلة الإصبع؟ قال عقلة الإصبع: ولماذا أفسرها؟ يكفيني أنها تحدث فعلا، وأنني أرى عجائب الحياة التي كنت أريد أن أراها في أعماق البحر. قالت أماني: أخشى أن نكون الآن في حلم يا عقلة الإصبع، وهذا هو التفسير الوحيد لكل هذه الأحوال الغريبة. قال عقلة الإصبع: حلم أم علم لا يهم كثيرا، المهم أننا يجب أن لا نضيع هذه الفرصة. فاتركي هذه الأفكار وتعالي نكمل مغامرتنا العجيبة المدهشة. في هذا الوقت ظهر نور كشاف قوي يتحرك في أعماق البحر يقترب منهما، فأمسك عقلة الإصبع يد أخته أماني وهو يقول: تعالي هنا بعيدا عن هذه الأنوار، الاحتياط أحسن. قالت أماني وهي تتحرك مع أخيها بعيدا عن هذا النور: إنه يقترب منا باستمرار، تعالى نلف حوله لنعرف من أين يأتي. ودار عقلة الإصبع مع أخته أماني حول المكان الذي يأتي منه نور الكشاف، فوجد شيئا يشبه الغواصة صغيرة في أسفلها حجرة مستديرة كالكرة لها عدة نوافذ صغيرة من الزجاج المتين، وفي مقدمتها نافذة مستديرة يخرج منها نور الكشاف القوي. قالت أماني: هل هذه غواصة يا عقلة الإصبع؟ قال عقلة الإصبع: لا يا أماني، إنها سفينة الأعماق، وهي تشبه الغواصة ولكنها مصنوعة خصيصا لاكتشاف أعماق البحار. فقالت أماني بدهشة: ولكن كيف عرفت هذا يا عقلة الإصبع؟ قال عقلة الإصبع: لقد قرأت عنها كثيرا، رأيت صورتها في بعض الكتب. فقالت أماني: أنت قارئ ممتاز يا أسامة، ولهذا عندك معلومات جميلة عن أشياء كثيرة. قال أسامة: إن القراءة شيء جميل لذيذ يا أماني، والكتب فيها كل شيء،
وأنا أحب قراءة القصص الخيالية وقصص الخيال العلمي، ولكني أيضا أحب كل أنواع الكتب لأعرف كل شيء عن هذه الدنيا. انظري يا أماني، إن سفينة الأعماق تهبط إلى أسفل، هيا بنا وأسرعي، تعالي نتعلق بإحدى نوافذها حتى ننزل معها إلى الأعماق البعيدة ونرى ما فيها من عجائب وغرائب. وأسرع عقلة الإصبع وأخته، فتعلق بإحدى النوافذ وأخذ يهبطان إلى أسفل إلى أسفل إلى أسفل. ولاحظ عقلة الإصبع كما سبق أن لاحظت أخته أن الماء يزداد برودة وأن الظلام يشتد كلما زاد الهبوط في أعماق البحر. وكلما زاد الظلام أضاءت سفينة الأعماق ثلاثة أنوار كشافة قوية متجهة إلى أسفل. فرأى عقلة الإصبع وأخته أماني قاع البحر واضحا تماما، فظهر وكأنما يغطيه بساط عجيب ألوانه حمراء وخضراء وزرقاء، وتلمع فوقه أنواع من الأصداف والمحار والقواقع، وتسبح فوقها من بعيد وفي هذه الأعماق المظلمة أسماك عجيبة، بعضها يرسل ألوانا ملونة كالتي سبق أن رأتها أماني، وبعضها له عيون ضخمة تتحرك في مختلف الاتجاهات، وبعضها له أسنان كبيرة لدرجة أن السمكة منه لا تستطيع أن تغلق فمها الواسع الكبير. كانت الأنوار الكشافة تتحرك باستمرار فوق قاع البحر، فرأى عقلة الإصبع وأخته بقايا سفينة غارقة غاص جزء كبير منها في القاع، ثم شاهد جبلا صخريا في قاع البحر ولكن تغطيه كل المياه. ونظر عقلة الإصبع إلى أخته أماني فوجدها مشغولة بالنظر إلى هذا العالم العجيب في قاع البحر، وقد أمسكت بيدها نافذة سفينة الأعماق فتركها تتفرج، ونظر هو من النافذة فرأى بعض الرجال داخل سفينة الأعماق منهمكين في العمل، وكان أحدهم يقف وراء آلة تصوير سينمائي كبيرة تلتقط فيلما كاملا عن عجائب الحياة في قاع البحر. التفت عقلة الإصبع إلى أماني وأراد أن يتكلم، ولكنه رأى منظرا عجيبا جعل الكلمات تقف في فمه. رأى سمكة سوداء لها رأس مخيف وأسنان كبيرة تبتلع سمكة أخرى أكبر منها في الحجم، وزادت دهشة عقلة الإصبع عندما رأى معدة هذه السمكة السوداء تتمدد بشكل غريب لتتسع كل تلك السمكة الكبيرة التي استقرت فيها. ولم يستطع عقلة الإصبع أن يخفي دهشته، وقال كأنما يحدث نفسه: سبحان الله الخلاق العظيم، ما أعجب أعماق البحار وما أغرب هذه الحياة. بعد أن انتهى الرجال الذين في السفينة الأعماق من عملهم، بدأت السفينة ترتفع بالتدريج ومعها عقلة الإصبع وأخته أماني. وقبل أن تصل السفينة إلى سطح البحر استدارت وصارت إلى الماء مسافة طويلة، حتى وصلت إلى مدينة عجيبة مبنية تحت سطح البحر. نظر عقلة الإصبع وأخته إلى هذه المدينة فوجد معظم بيوتها على شكل كرة معدنية كبيرة لها نوافذ من الزجاج القوي المتين، وبعض البيوت مستطيلة ومربعة تعلوها قباب معدنية، وكل بيوت المدينة متصلة بممرات مغطاة لها أيضا نوافذ زجاجية، وتقوم هذه البيوت والممرات على أعمدة متينة ترتكز على قاع البحر. اقتربت سفينة الأعماق من إحدى البيوت واتجهت إلى نافذة زجاجية في هذا البيت، وأرسلت إلى هذه النافذة إشارات ضوئية خضراء وحمراء، فرد عليها أصحاب البيت بإشارات صفراء وزرقاء، وظلت سفينة الأعماق بعد الوقت تتبادل الإشارات الضوئية مع سكان هذا البيت. ثم اتجهت السفينة إلى الانصراف، فأسرع عقلة الإصبع وأخته بتركه وتعلق بأحد بيوت المدينة بالقرب من نافذته الزجاجية، وهمس عقلة الإصبع في أذن أخته أماني قائلا: لقد زادت المغامرات حلاوة يا أماني، تعالي نعرف ماذا يفعل أهل هذه المدينة العجيبة. ننتقل الآن إلى اللغويات. معنا غاصة نزل في الأعماق ومضادها صعب، التفت وجهت نظرها، عقلة عقل، الصلبة اللي
لينة. جزائر مفردها جزيرة. مسكن مفرده مسكن. قاع أسفل جمعها قيعان ومضادها سطح. دهشة تحير. تفسر توضح. أخشى أخاف. جمع التفسير التفسيرات. مفرد الأحوال الحال. جمع الفرصة الفرص. وبكده تكون انتهت قصة مغامرات في أعماق البحار الفصل الرابع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.